مساكم الله بالخير. اليوم قلت ابي اسوي فيديو نتكلم عن قصه شوي غريبه. قصتنا اليوم العم فروتشيو لامبورغيني، شلون بلش وليش اصلا قرر انه يسوي شركه سيارات. يقول لكم فروتشيو لامبورغيني رحمه الله عليه، طبعا هو من اسره ايطاليه زراعيه بحته، ما عندهم يعني مهم من اهل المدينه وكذا، من اهل المزارع ويشتغل بالزراعه، لكن هو من صغر حتى لما كان يشتغل بالمزرعه كان وايد عبثي بجراج ابوه، كان يتعبث بالسيارات، يشوف المكاين، يحب ايده تصير دهن السياره ويقعد طالع يتعبث بالماكينه، فكان مثل ما تقولون ميكانيكي من صغره. طبعا عقب فتره التحق بالجيش يوم كبر، حتى بالجيش اشتغل بالميكانيكا، يعني ما اشتغل كجندي وبس، لا اشتغل انه مو في جندي طبيب في هو ميكانيكي، اشتغل بالميكانيكا. بالمناسبه شيء ما له علاقه بالموضوع، ترى ملكه بريطانيا بالحرب العالميه الثانيه اشتغلت بالميكانيكا اللي هي اليزابيث. anyways فعقب ما رجع من الجيش ورد حق الاسره الزراعيه، رد حق الزراعه، قرر انه بيشتغل شيء معاهم بمجال الزراعه، لكن مو بال ازرع واحصد وبيع وهالسوالف، لا قرر انه يشتغل بالتراكترز اللي هم هذول السيارات الجرار يسمونه. فقرر انه يشتغل ميكانيكي بهالموضوع، وطور وصل لانه يسوي مكاين، قام يبيع مكاين، صار عنده ماركت تراكترز قامت تنباع، اللي هي اساس الشركه. ترى على فكره شركه سوبر كارز اليوم اساسها كانت تبيع جرارات. عقبها اخذ خطوه اتوقع هي اللي غيرت اغلب او غيرت حياه فروتشيو لامبورغيني. هذه الخطوه كانت انه صار غني لحد معين، قرر انه بيشتري فراري لانه كان وايد يحب السياره. طبعا يوم شرى السياره ما تضايق، كان وايد يحبها ووايد يطلع يتمشى فيها ويعاملها معامله سياره، يعني ديلي كار. فوصل مرحله ان عنده مشكله على حسب الريسيرش اللي سويته بالكلتش، فراح يعني قام مره ومرتين ثلاث قامت تتكرر هذه المشكله. قرر الحبيب شو يسوي، راح حق انزو فراري، راح للمكتب. طبعا انزو فراري اللي ما يدري معروف عنه انه متعجرف، ما يرد على احد، وايد شايف نفسه، وايد رافع خشمه. فراح له كان يقول له انا واحد من زباينك، انا عندي سياره الفلانيه بس عندي مشكله بالكلتش. فانزو توقع ان هذا واحد من الزباين مجرد انك توصل رساله ان ترى سيارتك فيها المشكله الفلانيه، لكن فروتشيو لامبورغيني تجرع وقال حق العم انزو فراري، قال له انت سويت شيء غلط بسيارتك وانا عندي حل. طبعا انزو فراري عصب، قال له انت منو اللي جاي تكلمني كذي؟ سيارات الفراري عبارة واحدة من أفضل السيارات بالعالم، أنت حدك سايق تراكتر وتصنع تراكترز تراكتر موتورز جاي تعلمني أنا بسيارات؟ المهم صار أخذ وعطى بين العمام. العم فروتشيو ما عجبه الموضوع، كان يقول له تدري شلون؟ أنا أعلمك. عصب انزو فراري، كان يقول له عطني مقفاك وتفضل الباب واسع جمل. صار شد بينهم، طلع فروتشيو لامبورغيني، رد مصنعه او بيته او منطقته او مزرعته اي مكان، كان يقول انا راح اعلمه شلون السبورت كار تنصنع. فقرر انه يصنع سياره. من هذا القرار عقبها باربع الى ست اشهر الحبيب طلع سياره جديده اللي هي الجي تي 350، اول لامبورغيني. عقبها بلش ديفلوبمنت، بلش يشتغل، وصل لمرحلة عقب 4 سنين أو 5 سنين طلع الميورا. الميورا اللي هي اليوم تعتبر يمكن أول سوبر كار في التاريخ، أول سيارة كانت سوبر كار، كانت عدد الأحصنة عالي، السبيد، الديزاين. فهذا اللي بلش أساس لامبورغيني، يعني بلشت بالجي تي 350، بس هو كان يبي ينزل سيارة على ما يخلص هذا البروجكت اللي بيه اللي هو الميورا. يوم خلص البروجكت الميورا غير وايد وايد اشياء، سواء الكار اندستري بشكل عام، هذه راح نتكلم عليها في فيديو ثاني. والشغله الثانيه غي او خلينا نقول حط بصمه حق
لامبورجيني. لامبورجيني من ذاك اليوم اللي نزل في الميورا كان الديزاين مالها غير عن باقي السيارات. طبعا عقبها نزل كونتاش، بعدين نزل ديابلو، بعدين لافنتادور والجاياردو او الجالاردو على حسب النطق. طبعا الجالاردو نزلت لان كانت لازم ينزلون سياره اصغر، وانباعت عدد اتوقع 14,000 نسخه. هذا الرقم ما كان معروف بالنسبه حق لامبورجيني، ما كانوا يحلمون يوصلون هالرقم، وصلوا له لما شروهم اودي. واللي بنوصله من الستوري ان او القصه هذه ان وايد من شركات السيارات او وايد من القصص، حتى بناء السيارات المعينه، سياره وايد معروفه سواء ال 959 ولا ال 40 ولا المكلارن اف 1، هذه السيارات وراهم قصص. فانا قاعد افكر ذاك اليوم، تدرون الحظر والموضوع، قاعد افكر ان ليش ما نطلع لكم بهالفيديوهات، نعطيكم هالمواضيع، شنو الستوري بيهايند ذا كار، بيهايند ذا كومباني، ايا كان. هذا كان فيديو سريع عن قصه اللامبورجيني، اتمنى تكون عجبتكم القصه. اذا حابين القصه كتبوا لي بالكومنتس شنو اللي عجبكم، شنو تقترحون، عندكم قصه معينه تبون نتكلم عنها، عندكم سياره معينه تبون نتكلم عنها، شركه، شخص لا علاقه بالسيارات، اكون شاكر لكم. نشوفكم على خير، في امان الله.